مرحبا بكم مرة تانية، وخلينا نروح للأخبار الإيجابية اللي دايماً بتدينا أمل يعني في الغد القريب. الطالب عبد العظيم أحمد هيشارك في المسابقة العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية. المسابقة دي مسابقة مايكروسوفت المقرر يتنافس فيها أكثر من 150 دولة عربية وأوروبية خلال فعاليات هذه المسابقة. صحيح، المسابقة دي مصطفى بيتم تنظيمها في مصر في ظل اهتمام الدولة برعاية الموهوبين لإعداد جيل جديد من المبدعين قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات بما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، خاصة طبعا وأنه المسابقة بتعتبر من أكبر المسابقات لطلاب المدارس في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات. بمنافسة أكثر من 150 دولة عربية وأوروبية، يشارك الطالب عبد العظيم أحمد في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه بالمركز الأول على الجمهورية في مسابقات تطبيقات مايكروسوفت العالمية. بدأت رحلة الطالب عبد العظيم أحمد خيري الذي يدرس بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببني سويف للتأهل وتمثيل مصر عالمياً حين قرر المشاركة والمنافسة في المسابقة التي أقامتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأتي تلك المسابقة في ظل اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والمبدعين لإعداد جيل من المبدعين قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030. وتعد تلك المسابقة من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات. وشارك الطالب في التدريب بمركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التعليم ليمثل بني سويف على مستوى الجمهورية حتى تمكن من التأهل على مستوى الجمهورية. ومن المقرر سفر الطالب نهاية يوليو المقبل لتمثيل مصر في المسابقة العالمية المزمع إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية والتي سوف يشارك فيها أكثر من 150 دولة عربية وأوروبية.